ما شاء الله يا شباب، نيسان زد. طبعا نيسان زد الجديدة سيارة كلش حلوة ورياضية. طبعا هاي السيارة شكل جديد، طابع جديد، محرك جديد، كل شيء جديد. زين، حاولوا ما يغيرون بالشكل مالتها هواي. ما شاء الله مثل ما تشوفون فول السيارة، هذا الشكل مالتها، مو حيل متغير، يشبه القديم بس هي تعتبر شكل جديد. طبعا محرك 420 حصان، وهاي الداخلية مالتها. أول شي بلشنا لكم بنيسان. هاي باقي سيارات نيسان. هاي نزمو، ما شاء الله نيسان. نيسان مبدعين. طبعا بلشنا بالزي وهسه دا نشوف البترول. طبعا بترول نزمو موديل 2024. السيارة مثل ما يقول فتشي، كراسي مخمل وجلد، والكراسي 18 وضعية تتحرك. اتصور بها مساج كراسي، ما تعرف انا المشكلة. زين، ومنين ما تباوع تلقى علامة نزمو. عداد 240، حلوة السيارة. والسعر يا شباب 154 مليون ونص. هاي السيارة من الخلف، ايبادات، مين كراسي، جلد ومخمل. ومنين ما تباوع تلقى نزمو، وهي النزمو مبينة يعني، لان بيها تطعيمات باللون الاحمر. هاي السيارة ما شاء الله. بصمة بجيبك المفروض تنفتح. فتح. هاي كهرباء ولا مو كهرباء؟ هذا الصندوق يا شباب كهرباء. العتبات كلها نزمو، وين ما تباوع نزمو. وتنزل الكراسي همين كهرباء ما شاء الله. شلون تنطبق ما شاء الله كلش حلو. طبعا اطارات السيارة، خلينا نشوف اطارات السيارة ايش قد. اطارات اكيد 22 انش. الاطارات، خلينا نوقف الفيديو. هاي الشباب، هاي الاطارات يا شباب 275 50 22، يعني 22 انش، بس العرض مال التاير حيل عريض 22.